Ready to go, right? We are all participants will start. أظن أننا نستطيع البدء، فأعتقد جميع أستطيع أن أقول أننا يمكن لنا أن نبدأ. في هذه الحالة سنبدأ. نعم. روبرتو، هل نستطيع البدء؟ نعم. نعم. أعطي كريم الصوت، تفضل. أرحب بالجميع، نهاركم سعيد، مساءكم سعيد، أوقاتكم سعيدة. أرحب بكم جميعا في هذه الجلسة المهمة التي تتعلق بالإنترنت. اسمي كريم العتوماني محمد، أمثل تيليكوم كوموروس، وأنا من أحد نواب قسم التيليكوم في جزر القمر. سوف مع المتحدثين نتحدث عن الإجراءات التي تهدف إلى أن يكون الإنترنت متاحاً للجميع. لدينا متحدثون مشوقون، تعرفون قسماً منهم لأن لهم دور كبير في الوصول إلى الإنترنت ويمثلون كل مناطق العالم. سأقدمكم سيلفيا كادان، رئيسة البرامج لأبينيك، وهي في منسق في آسيا، وهي أيضا معنا سونيا جورج، وهي المدير التنفيذي ل التحالف من أجل الإنترنت الميسور التكلفة، ومن بين الذين سيتحدثون هو أحد من بدأ في بروتوكولات الإنترنت فينت سيرف، وهو أحد نواب رئيس جوجل. ومعنا أيضا كريستيان أوفلاهيرتي، نائب الرئيس الإقليمي لأمن الإنترنت في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في جمعية الإنترنت. وأيضا معنا مونجي مرزوق، نائب الرئيس الأول للإنترنت وحكومة الطاقة المستدامة، الذين يمثلون أفريقيا كلها. جميع المتحدثين لهم دور كبير في مجال قطاع الإنترنت، وتعرفون عنهم كثير، وإذا لم تكونوا تعرفون يمكن أن تتعرفوا عنهم. أقدم روبرتو زامبرانا، زميلي منسق منتدى إدارة الإنترنت في بوليفيا، وهو عضو مجموعة الاستشارية وسيكون منسقا معي لهذه الجلسة. أيضا يمكنكم طرح الأسئلة عن طريق Q&A وأن تستخدموا الشات. سوف أقرأ كل هذه التعليقات والأسئلة. يمكن أن نبدأ. تفضل يا روبرتو، أعطيك الصوت. شكرا جزيلا يا كريم، وأشكركم، أشكر المتحاورين السيدات والسادة على قبولهم لهذه الدعوة للمشاركة في الجلسة. كما تعرفون في الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع أقمنا عددا لا بأس من الجلسات القيمة، وهو الإصدار الأول الافتراضي لمنتدى حكومة الإنترنت، وتتكرر
خلاله بعض المفاهيم، بعضها متعلق بالجائحة والإقفال الشامل اللوك داون الذي يسود الإنسانية، التي كانت عليها أن تبكي في سبل مقارعة هذه الأزمة ومن أجل ترتيب حياتهم. كنا نحن في المنتدى نتبادل ونتقاسم بالخبرات وكيف نعيد القليل من الحياة الطبيعية إلى مجراها التقليدي، ومجال الإنترنت يلقننا دروس من الصمود والمثابرة. معظم الإنسانية من ناحية التوغل الإلكتروني أو الرقمي غير، هناك الكثير ما زال للعمل عليه، وهذا المفهوم وقد ورد في الكثير من الجلسات السابقة لهذا المنتدى. والأهم من ذلك المسألة في غاية الأهمية التي ألفتت انتباه سيادة الأمين العام للأمم المتحدة، وأصبحت هي جزءا من التحليل والمقابلة ما بين قادة رفيع المستوى، ومنهم الأمين العام أنطونيو غوتيريش. وهذا المفهوم أيضا وارد في خارطة الطريق فيما يخص التعاون الوثيق في المستقبل القريب. ونحن هذه الجلسة مخصصة لماهية العمليات الممكن اتخاذها من أجل تحقيق ذلك، ليصبح كل السكان والمواطنين لهم مشمولين بالوصول إلى الإنترنت. ولدينا استطلاع رأي أو أسئلة للمتحاورين، لدينا ثلاث جولات من النقاش، ثم سنستمع إلى المشاركين في هذه الجلسة المستمعين إلينا. بداية إذن سيلفيا تفضلي لو سمحتي. سنتحدث أولا عن السؤال الأول وثم ستتوالى الأسئلة. يا سيلفيا، ما هي الصعوبات التي نواجهها فيما يخص وصول الجميع إلى الإنترنت؟ البنية التحتية تتوسع، البنية التحتية الهاتفية ورقمية. أهلا بك مرة أخرى، شكرا جزيلا. اسمي سيلفيا كادينا، شكرا على دعوتي، أرحب الجميع. أنا مقيمة في أستراليا في بريسبين، وهذا الصباح الباكر آسفة أن القهوة التي تناولتها لم تبدأ أن تعمل حتى الآن. أهم نقطة في هذا النقاش هي النقطة أو الموضوع القريب لي والمهم لي. نحن نعرف أن التحول الرقمي في التسرع، ولكن الحالة الحالية تشير إلى الفروقات الموجودة ما بين المناطق الحضرية والقروية. وفيما يخص استخدام الإنترنت، منطقة الآسيا والمحيط الهادئ متنوع جدا من حيث اللغات والثقافات، وأيضا الأطر القانونية الحقوقية الموجودة وطرق إدارة الشركات. هناك أيضا فوارق في البنية التحتية. أنا هنا في بريسبين أقيم على بعد كيلومتر واحد من أربعة مستشفيات، ولكن لم تقدم هذه المستشفيات أي خدمات التطبيب عن بعد، رغم أن البنية التحتية هي موجودة في أستراليا. هناك مسافات مئات من الكيلومترات نستطيع أن نقطعها بدون مغادرة ولاية كوينسلاند ولايتنا. وفي مثل هذه الحالة هناك الإسعافات الجوية ولها
الخبرات الكبيرة في خدمات التطبيب عنبود. لدى الأستراليين خبرات كبيرة في هذا الشأن. فهي مسألة الوصول إلى الإنترنت يجب أن تتموضع في السياق المحلي. كل واحد يجب أن يكون قادرا على إيجاد الحل المطلوب له. مشغل الإنترنت يبحثون عن مثل هذه الحلول الجزئية لمعالجة العملاء، وهم منفتحون على النماذج والأنماط الهايبريدية لإدارة الأعمال. هم فهموا أنهم غير قادرين على تدبير كل شيء بأنفسهم، لذلك بدأوا في تخفيض بعض أو إزالة بعض الحواجز أمام بعض المشاركين الآخرين للدخول في السوق. فيما يخص تكلفة الإنترنت، فأود الأشير إلى ثلاثة عناصر وهي في غاية الأهمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. المنطقة التي تصاب كثيرا في الكوارث بالكوارث الطبيعية، العواصير والزلازل والفيضانات وردود الفعل لهذه الكوارث الطبيعية مرتفعة. الكوادر الفنية عليها أن تقطع مسافات هائلة لمعالجة هذه المشاكل، وهذا يكلف. كذلك هناك مخاوف متزايدة فيما يخص الأمن الافتراضي في الشبكة، ولذلك علينا أن نفكر في بناء القدرات المحلية للحفاظ على هذه البنية التحتية الموجودة بالنت. وشكرا. شكرا لك يا سيلفيا. قضية مشوقة في هذه المنطقة من العالم. الآن فنت، أرحب بك مرة ثانية وأعطيك الصوت. شكرا لك يا روبرتو. أود أن أشكر سيلفيا على هذا التقديم الواضح، لأن وجهة نظرها هي تخص كل مكان في الولايات المتحدة. أيضاً ليس لدينا وصول متاح ومتساوي للجميع، ففي المناطق الريفية أيضاً هو ضعيف، وخاصة في المحميات، وهناك مناطق في المدينة أيضاً، خاصة أن الأجهزة والتكلفة هي إحدى العوائق وإحدى أجزاء هذه المشكلة من أجل منفعة الإنترنت بشكل عام. أعجبني أن الإنترنت يسمح لنا الكثير، وإذا نظرنا إلى ذلك بشكل واسع، وإذا أردنا أن نفعل بشكل حثيث، فعلينا أن لا نفكر بأن هذه الأنظمة يجب أن تكون مؤمنة. والمهم علينا أن نهتم أنه نافع أم لا، و أن يحمل خصوصية ونص. المثال الجيد على المتعلق أيضا بالجائحة هو الطب عن طريق التواصل في الولايات المتحدة. إذا كان بإمكاني أن أذهب مشيا إلى المستشفى فهو عدة أميال من بيتي، ولكن هم لن يقبلوني هناك، سيقولون لا تدخل إلينا، نخاف أن العدوى، وليس لدينا هنا تأمين محدد، اتصل بنا، والأفضل أن تتصل عن طريق الفيديو. وإذا فهم هذا هو الطب، لم يقس لي أحد حرارتي، لم يعرف ما هو وزني أو ضغطي إلى آخره. إذا أعتقد أنني لم أخدم جيدا، لذلك فإذا عن طريق الإنترنت سيكون لدينا هناك إمكانية أجهزة التي سوف تقيس مثل هذه الأشياء عن بعد أيضا، أو ربما يجب اختراعها أكثر أو تطويرها. لذلك الطب عن بعد سيكون لها أهمية كبرى في المستقبل لكمية لعدد أكبر من الناس.
لذلك هناك إمكانيات حركية وللهاتف المحمول أيضا، وهناك أيضا ثروات في التوابع الأقمار الصناعية التي تخدم مثل هذه الوسائط. إذن فهناك طائرات التي تستخدم الطاقة الشمسية وتطير حول الكرة الأرضية وتؤمن لها نوع من الاتصالات، وهناك أيضا شركة تستخدم مناطيد على أبعاد على ارتفاعات عالية وتخدم جزءا جغرافيا كبيرا. إذن ويمكن أن تكون منظمة عن طريق حركة الرياح، وهذه تعطي أيضا خدمات من الجيل الرابع. إذن الهاتف المحمول في منطقة معينة يمكننا من استخدام هذه الأشياء، واستخدام اللاسر أيضا المعاصر أصبح يعطينا إمكانية استخدامه تحت الماء إذا لم يكن هناك ضرورة لإيصال الأسلاك في عمق البحور، فأنها الليزر له أهمية. إذن هناك أشياء جديدة عديدة، المهم أن المضمون هناك إمكانية للناس من حل هذه المشكلات. أشكركم على إعطاء هذه الفرصة. إنك ذكرت شيئا مهما للغاية، التكنولوجيات الجديدة تتعلق بالهواتف الذكية الجيل الخامس أو السادس ربما حتى، ولكن هذه أمور متقدمة جدا. لكن بعض الناس يتمنون لو كان لديهم الجيل الرابع على الأقل. والآن أتوجه لسيد مونجي وأرحب به مجددا، هل لك أن تفيد لنا بوجهة نظرك وأنت تمثل شركة الاتصالات الهاتفية الكبيرة؟ شكرا جزيلا، أرحب الجميع، مساء نهاركم سعيد، مساءكم سعيد. أنا سعيد جدا أن أقابلكم في هذا اليوم. أنا سعيد أن نتحدث في موضوع مهم للغاية، وهو إشراك الإشراك الرقمي أو الشمول الرقمي، وهذا في غاية الأهمية. طبيعة الحال القدرات والمهارات الرقمية والوصول هي أيضا أشياء جدا مهمة بالإضافة إلى المحتويات المحلية. في الختام لهذه المقدمة أود الحديث كذلك عن بعض البرامج التي تتحدث عنها الحكومات والمؤسسات الوطنية عبر الوطنية والشركات التكنولوجية التي من شأنها تعزيز نسبة الشمولية الرقمية، وهو شرط للتنمية المستدامة عالميا خاصة في عصر جائحة كوفيد 19. هناك من يقولون أكثر وأكثر أن العالم يستند إلى الإنترنت ويعول عليه، والتشابك لم يكن أعز من أي وقت مضى، ولذلك الحركية الاقتصادية والأعمال تؤكد ذلك. إلى جانب الأبحاث أن الوصول إلى الإنترنت ليس عالميا حتى الآن، 3.5 مليار تقريبا من النسمة في العالم يسكنون في مناطق يستحيل فيها استخدام الإنترنت.
ملايين من التلاميذ والطلبة كذلك يسكنون في مناطق يستحيل فيها استخدام الإنترنت، وهذا الوصول إلى الإنترنت بمثابة حاجز كبير، وهذا أمر مؤكد من التقارير العديدة، ومنها تقرير نشر في العام الماضي حيث تم قياس الوجود الرقمي، وتبين أن 97% من سكان العالم يسكنون تحت التغطية الإلكترونية، أو لديهم الإرسال العريض النطاق، ولكن 33% منهم فقط يستخدمون الإنترنت. فهذه هو كبيرة نوعا ما ما بين الدول النامية وتلك المتقدمة التي فيها 97% يستخدمون الإنترنت، أما في الدول النامية أو الأفقر فقط 19 من سكانها ومواطنيها موجودون أونلاين. ما هي الأسباب الرئيسية لهذا الوضع؟ ستيفان شان الذي هو المدير التنفيذي لشركة أورنج. وجي اس ام اي اي مؤسسة مشغلين الشبكات الهواتف المحمولة طرح 3 أسباب لشرح لماذا الدول ومنها الدول الأفريقية الكثيرة ليس عندها هذا الوصول. السبب الأول هو التكلفة، تكلفة نقل وتدفق البيانات في العديد من الدول الأفريقية أعلى من الممكن، أعلى من اللازم. لجنة للشؤون التنمية المستدامة في عام 2018 أقرت في العام الماضي أن حتى عام 2050 الوصول إلى الإنترنت العريض النطاق يجب أن أو تكلفته يجب أن تشكل أقل من 2% من المرتب الشهري للناس، بما في ذلك شبكات الإنترنت العريضة النطاق 70 دولة أو أكثر منها، وكذلك جزء من الدول النامية انضمت إلى هذه الاتفاقية، ولكن رغم تحقيق أو إحراز تقدم كبير في السنوات الماضية إلا أن هذه التكلفة ما زالت تشكل حاجزاً للعديد من الدول. هو السبب الأول أمام الإنترنت. السبب الثاني هو انعدام المؤهلات الرقمية والإنترنتية، هو العائق الأساسي في دول مختلفة مهما كان مستوى تطورها. الحاجز الثالث هو انعدام المحتويات في اللغة المحلية، وهو حاجز كبير مع خارج أوروبا وأمريكا الشمالية والصين. مثل هذه المضامين والمحتويات يجب أن تتواءم مع احتياجات المستخدمين. لجنة IGF قام بتعريف الخيارات التي من شأنها زيادة المحتوى المحلي في الشبكة وزيادة المهام الرامية في توسيع الشمولية وتخفيض التكلفة وتعزيز الوصول، ومؤسسات مختلفة منها الوطنية والإقليمية بتعاون مع الشركات بدأت نقاش حول إمكانيات الوصول المختلفة للإنترنت، وهناك تعاون فيما بينها البعض، مثلا جي ام اس ام اي فمؤسسة المشغلين للشبكات الهاتفية قامت بإطلاق منصة للدول الأفريقية من شأنها التعاون مع الشركات الفنية
هذا البرنامج يتمحور حول الشركات الخدمات المتنقلة، وهذا يشمل الأعمال على التعليم والتثقيف والشمولية الرقمية، وهذا البرنامج مدعوم من الحكومات المحلية والمجتمع الدولي. وشكرا. يحدث الكثير على الشات، أرغب كل المشاركين بالاطلاع والتقاسم ومشاطرتنا أفكارهم وآراءهم. هذا الآن سيقودنا إلى سونيا مرة ثانية. نعرف أن في اليوم الذي فيه المؤسسات تقوم بخلق كثير عن تكلفة الإنترنت، فأود أن أسمع. شكرا لك يا روبرت، شكرا على إمكانية اللقاء بكم اليوم. قبل كل شيء، أن هذا النقاش مهم، خاصة من سماعكم أو قراءة التعليقات على الشات. سيلفيا تحدثت في البداية أن ما معنى أن يكون لدينا اتصال ذا معنى أو وصول متاح للجميع. لذلك نحن نقول أن الوصول الميسور إلى الإنترنت، رسمنا خطة نقول أن كيف يمكن أن نقيس الوصول المتاح في جميع أنحاء العالم وأن يكون ميسور وقليل التكلفة. لذلك سأجيب على السؤال الذي طرحته يا روبرت. لنا إن هذا الوصول للإنترنت في كل يوم عند لكل شخص يمكن أن يكون له حزمة من الخدمات والميزات التي تسمح له الاتصال والاستفادة من الخدمات التي تهمه. قلتما عن ذلك في الشات حول هذا الموضوع وعن سرعة إيصال واستخدام الجيل الرابع الذي يؤمن الوصول المعلومات اللازمة، وكل ذلك ممكن عن طريق السمارت فون. كل ذلك هي حلول علينا أن نقبل بها. أهم شيء أن يكون لدينا وصول إلى المعلومات، ونحن أن نكون هنا أيضا مبدعون وخلاقون في هذا المجال. أي إذا لم يكن لدينا مثل هذه الإمكانية من الاتصال، فنحن نغير العالم شيئا فشيئا، ونقوم بالتأثير على تخفيف الفارق بين المستويات وضمن إطار سياسي محدد. نحتاج إلى دعم لكي يكون هذا الإيصال هو قليل التكلفة. بالنسبة إلى مونجي، المشغلون هم شركاء مهمون لنا، فهم يفهمون هذه المشكلة تماما. أود أن أقول أن أحدكم قال على الشات، وروبرت تحدث عن ذلك، أن بدأ هذا أن عندما يقول أحد أن 85% في العالم لديهم تغطية للخدمات الهاتف المحمول، أقول أن جزء كبير من الناس في العالم عندهم مثل هذه التغطية، ولكنها هي
من نوعية لا تسمح بإعطاء بإرسال المعلومات ذات المعنى، فإذا هذه التغطية تتحسن وتسير إلى الأمان بفضل القطاع الذي نعرف اليوم أنه مهم في نظام البيئة. لذلك لا نستطيع أن نقول أن هذا هو شيء فخم وهو للنخبة فقط، إذن نحن لا نستطيع أن نقبل ذلك. أريد أن أقول أن المهم هو ما هي حدود هذه التغطية وسرعته وسعته، هذا مهم. لا المقصود فقط أن يكون هذا للنخبة، إذن هذه السياسة لا يمكن أن تهمش أحدا ولا نستطيع أن نقصي أحدا. إذن نحن مسؤولون لتغيير العقلية حول استخدام الإنترنت، فلكي نضمن أن كل القوانين والتوجهات التي نضعها على مستوى المحلي والمستوى الدولي هي تدعم ليس فقط تطور الإنترنت والذكاء الاصطناعي، وإنما الاستثمار الذكي في، وهذا بحاجة إلى أيضا دعم حكومات. لذلك على منتدى حوكمة الإنترنت أن يستمع ويصغي لما يقوله المجتمع المدني في هذا المجال، وكيف سينخرط الناس في هذه المشكلة ومحاولة حلها. نحن نقول أن دورنا هو تغيير العقلية والتركيز على المصلحة العامة، ونحن نعتبر أن ذلك هو جوهر عملنا. أود أن أسمع أكثر من قبل المشاركين، فتفضلوا اكتبوا واسألوا، وأود أن أكون في كل مكان هنا. شكرا يا سونيا. شكرا يا سونيا. بالفعل الشات يتطور بشكل جميل. بهذا أقفلنا الجزء الأول ناجح، وننتقل إلى الجزء الثاني. السؤال هو ما هي المحفزات وما معايير المضي قدما يجب أن تؤثر على تخفيض كلفة الإنترنت، وما هي الحلول الرامية لتوصيل الوصول إلى الإنترنت وانتشاره محليا وإقليميا، ولنبدأ منك يا مختار. شكرا. قبل أن أنتقل إلى هذا الجزء الثاني، أحببت أن أتحدث، أعود قليلا وأتحدث عن الشؤم. وكنت أتحدث وأرجو، أنا في تقريبا في قلب إفريقيا، ووصول قوته واحد جيجا بايت تصلني إلى البيت، ولكن في حالة انقطاع الكهرباء كل شيء لا يعمل. عندي سيارة لا بأس BMW، ولكن لو لم يكن الوقود موجودا فالسيارة عاطلة. فعندما نتحدث عن الوصول إلى الإنترنت أحيانا ننسى عن العناصر الأخرى، ويجب لا ننسى عن التشابك الوثيق في الوظائف فيما بين الوصول إلى الكهرباء والوصول إلى الإنترنت. هناك 40% هنا و40% هناك، وإذا نظرتم
على الفروقات ما بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، فتعرفون أن 40% يسكنون في المدن وعندهم الوصول إلى الإنترنت، و40% أنهم يسكنون في المدن. في البداية نسأل كيف ولدوا الكهرباء، من أين أخذ الطاقة لتوليد هذه المحطات الإنترنت؟ هي السؤال الأول. إذا لم أكن قادرا على تزويد هذه المحطات بالطاقة فهذا لا ينفع وغير مجدي أساسا، وهذا ما يحدث في معظم. منجي تحدث عن لدينا 5% من التغطية، 95% من التغطية، نعم ربما هذا موجود، ولكن حتى نظريا لدى هؤلاء الأشخاص الذين عندهم إرسال جيد للتكنولوجيا الجيل الرابع، فربما ينعدم الكهرباء في بيوتهم، فكيف بشكل مجدي يتصلون بالإنترنت وليس عندهم كهرباء؟ هذا يمنعهم من الوصول إلى هذه الخدمات والتطبيقات، ونحن نعتبر هذا ليس من مسؤولياتنا. نفترض أن قطاع الطاقة أو قطاع الاتصالات يعمل بخير، ولكن هذا ليس صحيح. نحتاج إلى نوع من التنسيق وأن نفهم أننا غير قادرين على معالجة موضوع الوصول إلى الإنترنت غصبا عن هذه العناصر الأخرى. لماذا نتحدث عن قطاع الطاقة؟ لماذا نتحدث عن نسبة التحضر؟ ولماذا لا نتحدث عن الاستثمارات هنا أو هناك؟ قبل سنتين أو ثلاثة حسبت أن عدد الشبكات في إفريقيا والإرسال هناك جيد، هذا يقل عن 30%. لدينا الميجا هرتزات الكثيرة وقطاع الشحن والنقل لديهم خدمات، وهناك إنترنت عريض النطاق في أماكن، ولكن لا يستفاد منه كثيرا. نحن بالفعل يجب أن ننظر بشكل شامل حول الوصول إلى الإنترنت، ننظر إلى هذه المشكلة من كل الزوايا 360. وشكرا لك على ما تفضلت به يا مختار. منطقة إفريقيا تشبه كثيرا الوضع في أمريكا اللاتينية، لأنه في جنوب إفريقيا لدينا كريستيان أوفلاهرتي. أهلا بك في هذه المنصة، وتفضل خذ الصوت. أنا ممنون لدعوتي لهذه الجلسة. التقيت مع بعضكم في 30 سنة مضت، عندها بدأنا ببناء الشبكة وتعلمنا كيف ننشئ مثل يتعلمون كيف نستخدم هذه الأجهزة. في ذلك الوقت كانت هناك جهود كبيرة وعظيمة لكي نبني مثل هذه المشاريع، مثلا في كولومبيا، فلعدم بنية تحتية بدأنا ذلك من الصفر. إن من شيء لم يعرفه الناس ولم يعرفوا لماذا هو، كان يجب أن نقنع الناس أنه من الضروري ومن المفيد الاستثمار في شيء مثل هذا. إذن تغيرت الحالة بشكل كبير، وأصبح الإنترنت مرتبطاً بالأعمال وبمشغلي الخدمات، وبدأوا يستخدموا شبكاتهم الخاصة. انتظرنا على إيصال هذه الخدمات إلى بيوتنا، أماكن عملنا، وخلال عدة سنوات ظهرت إمكانات الإيصال في الشبكة.
قلنا أن هذا سيبقى معنا لوقت أطول، ولكن يحمل أيضا قيمة كبيرة حتى من أجل الترفيه. واضحة كانت احتياجات البزنس، ولكن كل هذا النظام كان تم إنشاؤه من أجل تنمية الإنترنت والأمور الرقمية لتقديم الأعمال، وكان بإمكان إيصال نصف العالم إلى ذلك. أما الآن فنأخذ الحالة التي بدأت في المرحلة الأولى للحلول التكنولوجية، فلكي تحسين الوصول وتحسين سرعة الإنترنت، فأغلب الناس ليس لديهم إمكانية الوصول إلى هذا المكان. إذن يجب العودة إلى النمط الذي بدأناه في بداية طريقنا، أي أن نعطي الأولوية للأماكن التي ليس لديها إمكانية الوصول، وخاصة الشركات الصغيرة، القرى الصغيرة، بأسعار أن تكون رخيصة. هم لكي يحصل ذلك كان علينا أن نعيد تحريك الإمكانيات، وأن نضع بعض التغيرات التي تساعد على حل مثل هذه المشكلة، أي كان علينا أن نتكيف من جديد، ليس فقط في المناطق الريفية ولكن في بعض المدن أيضا هذه المشكلة واردة. لذلك أن الوصول الجيد إلى الشبكة وثمن هذا الوصول ووفرته كان يجب أن نخلق من جديد، أن نكون منفتحين على التغير وأن نفعل ذلك بشكل آخر. ممكن أن يكون ذلك صعب للحصول عليه، وممكن أن يكون صعب بسبب الحلول التنظيمية المتاحة في هذه الأماكن، وخاصة أننا لا نعرف دائما طبيعة الصعوبات في بعض المناطق. لذلك عندما يتم إدراج التغييرات يجب تصحيح القرارات المتخذة بشكل يتجاوب مع هذه المناطق. إذن يجب أن ندخل لها بذهنية منفتحة، وأن نجمع أكبر كمية مشجعة لمثل ذلك، والحكومات التي مهتمة بهذه الحلول. إذن كل من له مصلحة يجب أن ينخرط، ويجب أن نجمع أكثر عدد من الراغبين في الحصول على مثل هذه الخدمات، ويجب أن نحلل كل المسائل التي تتعلق بالصعوبات. يجب أن لا نخاف من ذلك. الآن هذا ليس صعب، لأن لدينا داعمين لمثل هذه الأفكار. في هذا العام كما ذكر البعض منكم، الأشياء التي نراها الآن عادية لم تكن في السابق. قيمة الإنترنت لم تقدر بمثل هذه الصورة التي نراها الآن سابقا. كان يجب علينا أن نقنع الناس ونقنع المقررين بأن هذه الحلول مهمة ويحتاج لها
منطقة تحتاج لها منطقة معينة وتحتاج لها البنية التحتية في مكان ما للبزنس ولغيره من الفئات، للشركات الصغيرة، للشبكات المحلية. إذن عناصر قليلة يجب تحتاج لكي نوصل بها مناطق أخرى قريبة. لا معنا علاقة إذن ليس فقط المشاكل الموجودة في العواصم، ولكن المناطق البعيدة والنائية البعيدة عن مركز فيها عقبات. يجب أن نجد طريقة للدعم لهذه المناطق. هذه هي اقتراحاتي. شكرا. شكرا لك يا كريستيان. لقد بدأت طبعا الحديث عن ذلك، وذكرت ما تم إنجازه في هذا الصدد، وذكرت التحديات التي يجب إشراكها في تحليلاتنا. وكما قالت سيلفيا وأعلق على ذلك، فيما يخص المهام المراد تنفيذها ذلك. تفضل يا سيلفيا. شكرا. وعودة إلى نفس الحجج التي عددتها من قبل، يبدو أنه خلل فني، ونعود إلى الترجمة. عودة إلى الحجة التي ذكرتها في بداية ديسي، وأعددها الآن بالترتيب المعاكس. فيجب أن نأخذ في عين الاعتبار مستوى الاستثمارات لبناء القدرات الفنية على المستوى المحلي، والإنترنت يجب أن يكون سريعاً محلياً وموثوقاً به، وميسور التكلفة والمتعلق بالقدرات الإصلاحية أو الصيانة بكل التأكيد. وبطبيعة الحال أحياناً يشبه ذلك السحر، وهذا يتناغم مع قاله كريستيان. ونحن تقابلنا قبل 20 سنة، وكان فينت يعلمنا على كيفية إيصال الإنترنت إلى أمريكا اللاتينية. أما الآن آسيا، 20 سنة قد مضت، وما تبقى منه أريد، يبدو أن لدي خلل فني مع ذاكرتي. أرجو أن تعطوني ثانية. جيد. فأنا في الوقت في هذا الوقت لاحظت أن هناك أسئلة تردنا من المستمعين في الشات. هناك مناقشة محمومة، و بعضكم يستخدمون من منصة Q&A الأسئلة والأجوبة وكذلك الشات. أرجو طرح الأسئلة من خلال خانة Q&A الأسئلة والأجوبة. هناك كارين تقوم بترتيب هذه الأسئلة لتقديمها فيما بعد المتحاورين. الشيء الثاني الذي أردت إضافته وما قاله كريستيان، من الأهمية بمكان أن يدور هناك نقاش صادق ومفتوح ما بين شركات تشغيل الإنترنت والمؤسسات والمسالك الحكومية، لكي يتم كل ذلك بالتوائم والتوافق مع الأحكام القانونية. على سبيل المثال فيما يخص الدعم الإيصال الإنترنت إلى المناطق النائية، والصعوبات التي تواجهها اللاعبون الكبار من شركات تشغيل في هذا الصدد. هذا مرتبط أشد الارتباط مع قاله موجي. هناك
سوء تفاهم كبير فيما يجري وراء الأبواب المغلقة من الشركات الصغيرة والكبيرة منها. يجب أن يتم هذا الحوار بشكل علني ونضع كل الكروت على الطاولة. معناه أننا نتخلى من الجزء من جزء من هيمنتنا، ولذلك يجب خوض هذه العلاقات وخوض التعاون المتوافق مع القوانين. لذلك من المهم أن يكون هناك تنسيق مناسب في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية لكي مما يتيح إعادة الإعمار بشكل أسرع. مثلا في حالة أحد الأعاصير الاستوائية 17 برج إرسال في الجزر كانت جاهزة للاستخدام، ولو صار تلف أو تدمير في الجزر المتبقية لنيوزيلندا لكانت هذه الأولى تشتغل. فهذا يتطلب جهود، أيضا تكاليف إعادة إعمار البنية التحتية خاصة إذا كانت الأعاصير تضرب سنويا. في هذه الجزر لا يوجد عدد سكان كبير، فلذلك الإجداء التجاري قليل. وأيضا ما قاله أحد المتحاورين حول الوصول للكهرباء مختار، الأمر يعود إلى التنسيق ما بين الأطر القانونية محليا. يجب أن ندرس هذه الارتباطات أو الروابط ما بين مشغلي شركات تزويد الكهرباء وتزويد الإنترنت. نتحدث عن بعض العلاقات أو الروابط المحددة ولا ننسى الدول النامية، وهناك الإبداعات والابتكارات اللازم إدراجها في سبيل توصيل الكهرباء وتعبئة أو تلبية احتياجات السكان المحليين، وهذا مشمول في التنمية المستدامة. لذلك نستطيع معالجة هاتين القضيتين في آن واحد. هناك من هذه الشركات أشاروا إلى هذه المشاكل، أنا ثم سأدون ذلك في تشات، لأن من الإبداعات أو الابتكارات المثيرة والمشوقة تسمى بالحل الشمسي والمروج من مايكروسوفت، وهو الجمع ما بين الطاقة الشمسية وتوصيل الكهرباء. وهناك مشاريع أخرى أيضا من شركات أخرى لم أذكرها. وشكرا. شكرا، وسوف أسمع فينت أيضا لأنه كان له علاقة مع أعمال تنظيم مثل هذه الأمور في الماضي، وسيعيد بالطبع، وخاصة أنه كتب للشات الذين يتابعون قنوات أخرى وليس لديهم إمكانيات لسماع الشات فأرغبهم. شكرا لإعطاء الوقت. أرى أن هناك عدة أشياء شيقة وأن أشياء كثيرة تحصل هناك، خاصة التقديمات التي نتحدث عنها وهم والناس يتحدثون دون إيجاد. أنا أراقب هذا النقاشات في بعض المناطق
سكتوا لأنهم بعضهم انتقل إلى سماع المتحدثين لكي يكون أولا بأول عما يحدث. لذلك متابعة هذا كله لا يتم بشكل منسق. أعود للنقاش وللموضوع. أولا، هناك طيف واسع من المتطلبات يجب أن توجد لكي يكون الإنترنت نافع، وهذا قبل إيصال الطاقة الكهربائية وتوفير الأسلاك المناسبة أو أي معلومات هي مسموحة أو طاقة بشكل عام، المعرفة التي تحيط بهذه القضية. إذن جميعنا نعرف أن هذا الوسط ليس هو أهم وأكثر الأمور آمن، فالسوفتوير الذي لدينا هو قد يكون يستطيع المقاومة أمام الهجوم الذي سيكون معرض له، وهذه قضية مهمة. وأغلب الناس منا وأنا أيضا مثلا لسنا بقدرة أن نؤمن هذا الجهاز الذي نستعمله، ليس كل واحد منا مبرمج، ولغة البرمجة متعددة وتعتمد على لغات عديدة وتوفير الأمن. إذن ليس من هدف كل واحد منا. القضية الأخرى التي أريد أن أقولها أخيرا، أن قدر ما أسمع كل هذه الطموحات التي ووصف المشاكل التي تحتاج حل، أريد أن أقول حتى لو استطعنا حل كل هذه المشكلات فأننا سنخلق شيئا سيكون هشا تماما، بنية تحتية هشا نعتمد عليها. أنا متوتر قليلا أن اعتمادنا على مثل هذه الأنظمة المتعقدة من السوفتوير، أنا كتبت الكثير في هذه السوفتوير وعندي ألم في رأسي من هذا الشيء، وعادة عندما أقول أنني عملت خطأ كبيرا. إذن نحن نعتمد على مهارات المبرمجين، وأسوأ من ذلك أنه ليس فقط نعتمد على مهاراتهم، وإنما نعول على أن هذه الأخطاء المحتملة سيجدون حلاً لها وسيقوموا بإزالتها. من أين أتت هذه الأخطاء؟ أنا من مصادر صحفية عديدة التي أطلع عليها أنا أيضاً أن كل هذه الأمور قابلة للحل إذا أردنا الاستخدام من هذه الجهاز العظيم والمعقد الذي نريد استخدامه في حياتنا اليومية. والجائحة والوباء أوصلتنا إلى هذه الحالة بأننا لا نستطيع أن نتقارب من بعضنا، فإذا أكدت أن هذا عدم التساوي في بهذه المشكلة وعدم إمكانية العمل عند الناس له أيضا تأثير اقتصادي، وهذا الحزمة من المشاكل. وأما من ناحية الإيجابيات، هناك في هذه الجلسة هناك مشاهدون ومشتركون يقولون أنه يجب حل هذه الإشكالات التقنية والاقتصادية، فلنعطيهم قليلا من الأمل أن مثل هذه النقاشات لا تؤدي إلى أن الإنترنت سيصبح بشكل دائم رخيص وواسع النطاق. شكرا مجددا على هذا الملخص، وننتقل الآن إلى الجولة الثالثة أو الجزء الثالث. هناك أنماط تجارية أو في مجال العمالة والاتصالات الجاهزة التي تكون مجدية بالفعل فيما يخص توسيع الوصول
التكلفة إلى الإنترنت، هل هذه الأنماط موجودة؟ وما دور المؤسسات المختلفة في هذه الاستثمارات؟ ولنبدأ من سونيا. شكرا، بكل سرور أستمع وأصغي إلى الجميع، واسمح لي أن أعلق على شيء سبق في الحديث، التعلم من الأخطاء، ولا أقصد التمويل فقط لكن دعم المشغلين الإضافيين وسبل التفكير الجديدة في إنشاء الوصول. هذه الأخطاء، بعض الأخطاء القانونية يجب التغلب عليها، لأنها أحيانا تمنع هذه المشغلين الجدد في الوصول إلى السوق. هذه الموديلات أو النماذج التجارية تدعم وتساعد إدراج أنواع من الشبكات في المجتمعات المحلية، وهناك أشخاص قد أدوا الكثير في هذا الصدد، وهذه الشبكات واعدة وتعطينا أمل للمستقبل وتسمح لنا للوصول إلى تلك المجتمعات التي كانت مقطوعة عنه حتى الآن ونائية وبعيدة عن الإرسال والتغطية. فدعونا لا نكتفي بالتفكير على التعاون ما بين المشغلين فقط، ولكن عن الشبكة بأكملها الذين قد يكونون قادرين على ملء هذه الفراغات الذي ظهر لأسباب التفكير التقليدي أو الكلاسيكي. كان هناك ترويج لكبرى الشركات ولكنها غير قادرة لإشراك الجميع. لذلك حل هذا العدد المحطوط من الأخطاء هو شيء جوهري. الخطأ الكبير، وأنا أستطيع أن أتحدث عنها كثيرا، ولكن من الأخطاء التي أود الإشارة إليها هو شيء يتعلق بما قاله مختار، التزويد بالطاقة. يجب أن يتم هناك تواصل أوثق ما بين قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات، تعاون أو تبادل بالبنية التحتية والتخطيط لهذه البنية التحتية من أجل تخفيض التكلفة على الجانب البنيوي. فهذه الادخارات يمكن نقلها إلى ليستفيد منها المستخدمون. إضافة إلى ذلك، وهو شيء مهم فيما يخص هؤلاء المشغلين الإضافيين، وهذا يخص الأطياف الخارجة عن الترخيص، يجب أن تكون هي معيارية وقياسية وليست استثنائية فقط. يجب أن لا، من المستحيل أن تطلب هذه الأطراف السلطات وترجو منهم السماح بالوصول إلى ذلك. يجب إدراج هذه الأحكام القانونية وتعديل القوانين من أجل إدماج هذا الطيف الإضافي إلى اللعب، وذلك إيصالا للإنترنت لجميع الناس. فنحن محظوظون لأن لدينا مختلف إمكانيات الوصول إلى الواي فاي، ولكن في المناطق الأخرى تنعدم هذه الإمكانات. لذلك الكثير من المشاكل والأخطاء القائمة الآن يمكن حلها، ونحتاج إلى رغبة سياسية والإرادة السياسية والانخراط. شيء آخر أريد ذكره فيما يخص الاستثمارات وأصحاب المصلحة. نحن نعلم بأن كنا نتعاون مع الاي تي يو مؤخرا، وتم إحراز التقدم في
التقدم أو التحول الرقمي، ونحن فخورون بهذا التعاون مع الـ ATU، وأصدرنا تقريراً Connecting Humanity المقصود منه ضمان الوصول إلى الإنترنت حتى 2030 4G للجميع. وضمن من ضمن هذه التحليلات الواردة في التقرير الإشارة إلى أهمية التعاون مع جميع أصحاب المصلحة في هذا النظام الشامل من أجل خلق سبل تعاون وشراكة موثوقة وجيدة لتنفيذ الهدف المرجو 400 مليون دولار من الاستثمارات اللازمة في السنوات العشر القادمة، شيء أساسي. كل صاحب المصلحة له دور يجب أن يقوم به في هذا الصدد، وهذه الأطراف وهي تستثمر في المؤهلات الرقمية والقدرات وتعديلات القانون، يجب أن تثق بأن هذا التغيير ممكن إنجازه. لا أريد أن أكون ساذجة أو مستفزة للموضوع، ولكن 480 مليون دولار ربما يبدو لكم مبلغا هائلا، ولكن هذا ليس صحيح. 42 مليار من الدولارات يدفعها سنويا العالم على المشروبات المحلى غير الروحية، فهذا شيء صراحة لا نحتاج إليه للاستمرار. إذا صرفنا هذه المبالغ على المشروبات وعلى حساب الوصول توسيع الوصول للإنترنت، فمعناه أننا قادرون على إنجاز ذلك ونتغلب على هذه المشكلة ونرصد هذه المخصصات في سبيل الإنترنت. فلنتعاون معا، نحن نعرف ما يجب تنفيذه. لدينا الوصول إلى أشخاص صناع القرار، ويجب إقناعهم في أن يعملوا في مصلحة الجميع وليس القليلين فقط. شكرا، وأنا سعيدة لمتابعة هذا النقاش. شكرا لك يا سونيا، كان هذا تقديم رائع. الآن إلى جون. إلى مونجي. شكرا، أود أن أعلق على ما قالته سونيا. عدة سنوات مضت أنشأنا تقرير يتعلق ب بأن المعطيات والبيانات التي أعطتها الحكومات هناك خلل في التواصل. أنا موافق بالنسبة إلى نوعية التكلفة التي، أما الفجوة في الوصول هي مشكلة، ولكن الأهم منها هي تخفيض التكلفة والمهارات. أن 4 مليارات من الناس التي تعيش بعيداً عن الإنترنت هو كمية كبيرة جداً. إذن لدينا حوالي 1.5 مليار، بكل الأحوال أقل من 3 هم من الناس الذين هم تحت التغطية إطلاقاً. أن هذا العدد قريب من عدد الناس الذين يعيشون بدون طاقة كهربائية، ليس عندهم إمكانية الوصول إلى الطاقة الكهربائية. إذن هناك ارتباط متلازم بين تغطية بالتيار الكهربائي والتغطية بالشبكات، وهناك مناطق
لا يوجد فيها لا كهرباء ولا إمكانية للتغطية بالشبكات الإنترنت. لذلك بالتحديد هذا الوصل مهم، يجب أن نبحث عن طرق ابتكارية، يجب أن نوجد سياسة أفضل ونوفر توتر في نطاق ضيق، نحسن نوعية الإيصال والتغطية بالشبكات أيضا. في الحقيقة المناطق الريفية التغطية هي أهم، هي أقل إشكالية. إذن المهارات وحماية الخصوصية هذه يجب أيضا أن نعلمها إلى زبائننا. هذا ليس فقط أن نفتح موقع وصفحة على الإنترنت، يجب أن نحسن المهارات الرقمية في بلاد عدة، نحن كمشغلين والجهات الحكومية أيضا عليها أن تضغط على خدمة عالمية هي لا تتعلق فقط بوصول ذلك إلى الجمهور. إذن العنصر الثاني الهام هي الشمولية، أي يجب أن نتعاون مع الشركات التكنولوجية ومع الحكومات لتخفيض أسعار الأجهزة السمارت فونات، أي اللغة المحلية في هذه الخدمات التي لها أهمية كبيرة. هذه العناصر الأربعة التي كنت قد ذكرتها علينا أن نصر عليها ونتعاون لتحقيقها معا. هناك مشاكل أيضا غير ما عدا التكلفة والمهارات، وهذه لها أهمية كبرى في مجال توصيل الخدمات. والآن أرجو التعليق على يعني من خبراتك الشخصية في سياق القارة الإفريقية، هل هناك أمثال أو حالات محددة تريد التشارك بها معنا؟ المهام أو الأعمال التي يمكن للشركات الكبرى القيام بها لتأمين الوصول العريض النطاق المنخفض التكلفة. شكرا. يا لا يخطر ببالي أي مثل حاليا فيما يخص طريقة الإيصال المنخفضة القيمة، لأن في إفريقيا معظم المشغلين هم شركات من خارج إفريقيا، معظمهم ينظرون إلى الجدوى الاقتصادية وهم محقون في ذلك نوعا ما، ولكن تعليقا على ما قيل وقالته سونيا وكان كلامها مهم، وأعلق على شيء بسيط وهو الشيء الذي كان خطأ في الأحكام القانونية، أو شيء الذي يكون خطأ أحيانا أو قد يتحول بعد فترة إلى كارثة. أحيانا بعض الدول الإفريقية تقلد بعض الحلول القانونية الخاطئة، وهذه الأخطاء تتكرر وتتطور وتزداد نطاقا وتنتهي بالكارثة. معظم الأطر القانونية المقترحة لنا في إفريقيا
هي لا تأخذ اعتبار خصوصياتنا أو الخصوصية الإفريقية في الولايات المتحدة. برامج أوباما على سبيل المثال لا يؤخذ في كل ذلك في عين الاعتبار من قبل الشركات التي تأتينا إلى أفريقيا وتقول لنا نحن جلبنا لكم شيئا جيدا نعطيكم الرخصة، قد لا تتناسب مع الظروف الإفريقية المحلية، ولكن لا توجد مشكلة. أفريقيا أعطيت بعض النماذج والأنماط التجارية في ترخيص الوصول للإنترنت بدون مراعاة الظروف الإفريقية الخاصة، بدون مراعاة انخفاض مستوى المهارات والقدرات، فكأننا أطلقنا مراكز الوصول العامة بمثابة مصادر التمويل، ولكن للأسف المشغلون في إفريقيا يعولون أو يعرضون فكرة الشبكات المحلية، وهذه قد تحل بعض المشاكل، ولكن المشغلون في إفريقيا تكافحون هذه الأفكار في كل مكان. فإجابة على هذا السؤال، هناك حاجة خاصة للدول الإفريقية أن تحل هذه الأخطاء في القوانين في قوانينها لإتاحة المجال للمشغلين غير التقليديين للدخول تلك المناطق التي ينخفض فيها مستوى الإيصال. ولا أقصد فقط الاتصالات الفنية، ولكن أيضا الطرقات اللوجستية، البنية التحتية الأساسية، هذا كل شيء مترابط مع بعضه البعض. وإذا استطعنا ترابط ذلك أو ربط ذلك معا، فقد يتبين أنها وفقنا. شكرا جزيلا يا مختار. ننهي هذه الجولة وأعطيك الصوت. شكرا يا روبرتو. عندما نتحدث عن أمور الشبكة أريد أن أعتمد ما قاله مختار قبل قليل وأعطي بعض الأمثلة. سونيا تحدثت عن كل الاحتياجات إلى الطرق وإلى الحلول القانونية الملائمة. نحن نعمل مع المجتمعات المحلية في أماكن لا توجد أماكن وصول للشركات، ولكن استطعنا أن ننشئ شبكة مستدامة في منطقة خالية نظيفة لم يستخدمها أحد من قبل، لم يكن أحد يستطيع استخدام ذلك لأن الإمكانيات لم تكن متاحة. الآن هناك تقنيات جديدة تقوم بتحسين التقنيات الحالية، مثلا تحسينات الجيل الرابع 4G. هناك إمكانية وضع سوفتوير يخدم هذه المجتمعات حتى التعاونيات، فبإمكان مثلها أن تقوم بإنشاء شبكة محلية. هذه ليست ذات جدوى اقتصادية بالنسبة للشركات الكبيرة، ولكن يتبين فيما بعد أن هذا غير ممكن، لأن أحدهم قد اشترى هذا الخط من التوتر أو لم وأنه مشغول. إذن السؤال الذي يتعلق أن ما هو نمط البزنس الذي هو ناجح وفعال،
هناك أمثلة أن علينا أن نقول أن الشيء الذي تأكد عمليا أن المجتمع في منطقة معينة هي مسؤولة عن السعي لإنشاء شبكة تختص بها، وهذا ليس فقط قضية تنافسية إنما هي متكاملة. عندما يقومون بإنشاء شبكة فإن المشغلين يجب أن لا يعتبرون ذلك هو منافسة لهم، هذا فقط يبين أن هذا الوصول إلى الشبكات سابقا لم يكن ممكنا. هنا الشركات الصغيرة أو المنظمات غير الحكومية تستطيع أن تنشئ شبكة خاصة بها وخدمات تكون ذات جدوى على المستوى المحلي. هناك خيارات عديدة تسمح بالتحريك بشبكات ذات كلفة رخيصة، فلا بد من تشجيع هذه المجتمعات في إنشاء هذه الخدمات التي يحتاجونها، وأن نزيل العواقب أمام الإمكانيات. إذن القضية الاجتماعية والمجتمعاتية هي ذات أهمية كبيرة في هذا المجال، انخراط هؤلاء الناس لحل مشاكلهم، تعاونهم أيضا مع بعضهم، لابد من تحضيرهم وإعدادهم بشكل مناسب. فبعض القضايا أيضا ذات مخاطر متعلقة بأمن، فهناك العديد من لا نستطيع استخدام موديل عالمي يمكن أن يأتي موزع يستطيع أن يؤمن كل هذه الحالات في هذه الأماكن. لا يوجد مثل هذه الإمكانية لتوفير مثل هذه الخدمات، هذا في غاية الأهمية. يجب علينا أن نحافظ على الإجراءات المتبعة في هذه الأمكنة. فإذا الشركات الكبيرة يجب تهيئة هؤلاء الناس، زيادة مؤهلاتهم لإنشاء مثل هذه الشبكات شروط، ويجب أيضا أن نؤهلهم بشكل تكون هذه الشبكة آمنة، أيضا أن نحسن مهاراتهم بشكل ما، أي أنهم يعرفون ماذا يفعلون، ماذا ينشئون. بالطبع دائما الصناديق تغطية هذه الخدمات الإنترنت، فهذا دائما مهم. هذه كميات من الأموال المختلفة، هذه حواجز، علينا البحث عن شركاء يقومون بالعمل بالاتفاق مع الوضع الذي يجدونه على الأرض في الواقع الحقيقي. فإذا البنية التحتية المتواجدة قد لا تكون متاحة للشركات الكبيرة، فمثلا استخدام الأراضي، بناء عوامل البث والنقل، العديد من هذه المشاكل المتعلقة بإدراج مثل هذه الأمور. إذن نحن نبحث عن أكبر عدد من الشركاء في المجتمع للتجاوب معنا في هذا المجال. شكرا لك يا كريستيان. ونحن نقترب الآن من نهاية هذه الجلسة، لم تتبقى لنا إلا 5 دقائق للمحاضرة.
الفيضات الختامية. من الصعب أن نجمع في هذا التلخيص أو الملخص بين كل ما قيل في الجلسة. وقبل أن نختتم، أرجو من كريم أن يقرأ علينا بعض الأسئلة، وقد يكون هناك أحد من المتحاورين راغبا في الجواب عليه. طبيعة الحال هناك أسئلة كثيرة قد طرحت، ومعظمها تم الحديث أو التعليق عليها خلال حديثنا. سبيل المثال، هناك سؤال: هل هناك نماذج إيجابية لتطبيق السياسات الموافقة ميدانيا ومحليا في بعض الدول؟ هل هذه نماذج موجودة؟ السؤال الثاني: إذا يتم رصد أموال لشبكات لتوسيع الطيف، هل يمكن تخصيصها لتوسيع الشبكة نفسها؟ مثلا هناك مشكلة في سيرالون، الإنترنت ما لا يزال عالي التكلفة، وفي الأرياف شبه مستحيل. ما دور المؤسسات في تغيير ذلك؟ مختار، تفضل. شكرا. لا أعمل، لست موظفا عند ITU، أنا عضو في الاتحاد الإفريقي، والدول الأعضاء في هذا الاتحاد الإفريقي في اجتماعها الوزاري عام 2019 اتخذت القرار في بشان دعم القارة فيما يخص الإنترنت. لدينا تعاون جيد مع مؤسسات مثل Active Society في مجال دعم أو الترويج لهذه السياسة، ونحن بدأنا هذه العملية محليا. لا نريد شيئا مثيرا للجدل، ولا نريد أن ننشئ حالات التعارف مع السلطات المحلية، ونحن نريد أن نملأ الفراغات الموجودة هناك. أضيف بأن خاصة فيما يخص مسألة الطيف، المقصود ليست الأموال ولكن التنمية فقط. علينا الاستفادة من هذا الحل الطيف لشيء مفيد ومجدي. هذا هو المقصود بهذه السياسة. شكرا لك يا مختار. وقبل أن نمر إلى الملاحظات الختامية، وأريد ذكر سؤال آخر. ما هي إذا سألتنا الحكومة ما هي ثلاثة أشياء يجب القيام بها لدعم الإيصال الجيد لمواطنينا، فما من يرد على ذلك؟ الجواب برأيي يجب أن يكون هذا يعتمد على أين أنتم متواجدون، ما هي الظروف المحلية، ما هو التوفر لخدمات الإنترنت والمواصفات، ماذا يجب على الحكومة أن تقوم به في هذه الحالة؟ يجب أن تدعم البنية التحتية الأساسية، أن تمول، يجب التكيف مع السياسة. الحكومة لديها الكثير يمكن أن تقوم به توفير الإمكانات للمستثمرين. شكرا لك يا بنت وسيلفيا. شكرا يا روبرتو. رأيي بأننا كأننا نعود الآن إلى الحجة الأساسية التي طرحتها منذ البداية: الاستثمار في البشر، الموارد البشرية. إذا نسيت الشركات بأن المعنيون هم الناس، والناس انتخبوا هذه الحكومات ووضعوهم في المناصب،
إذا استثمرنا نحن في توسيع القدرات وفي الأجهزة وتوسيع الإيصال كما قيل في الشات، أو إذا تم أو إذا في حالة الاستثمار يجب أن لا ننسى أن المقصودين هم البشر وهم يجب أن يكون في وسط نقاشنا، يجب وهم مؤشرنا، فلا نستطيع أن نتجنب المواضيع مثل حقوق الإنسان وحرية التعبير وإمكانيات التنمية الرقمية والمساءلة غير المباشرة. كل هذه المسائل يجب رفعها في النقاش ويجب التمسك بها، ولكن أحيانا ننسى بأن البشر أو الناس هم المقصودون والمعنيون بكل ذلك. وشكرا. الآن أطلب كريستيان، تفضل يا كريستيان. أريد أن لا أعيد ما قلته، أريد بعض أمثلة أن أعطي كيف يمكن التعرف على هذه الحواجز والتغلب عليها أو الترغيب الذي يمكن أن نقوم به. مرارا عندما نطلب الموافقة من المشغلين لزيادة الطيف لتسريع أو بناء شيء من البنية التحتية وتحسينها، دائما تكون الإجابة لا بدون تفسيرات لماذا. أحيانا سبب مثل هذا الحالة أن هناك عملية ما قد بدأت ولم تنتهي بعد، أو أن أشياء أخرى لا يمكن فعلها ولكن غير معروف لماذا لا يمكن فعلها. إذن هناك قضايا في المناطق الرمادية التي عندما نفتح مكان للنقاش ففي كل فترة هناك مبادرة للاستفادة، فيجب علينا أن ندعو أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة ومناقشتهم في ذلك. فعندما نطلب موافقة في مثل هذا الوقت وتكون الإجابة معقولة في هذه الغالة ومبررة بشكل من الأشكال، إذن التعرف على هذه الحواجز بشكل بشفافية كاملة مرتبط بهذه القرارات التي تتخذ، ودائما هي نقاش تشارك فيه كيانات مختلفة، والأهم في ذلك هو الشفافية بالاعتماد على أسس التعاون المشترك. شكرا لك يا كريستيان. والآن منجي. تفضل يا منجي، حضرتك الأخيرة. أنا أشاطر رأي مختار فيما يخص الطيف. الحقيقة نحتاج إلى تنظيم أحسن للقوانين ولمسألة الطيف وسياسة حكيمة لما يخص إيصال المناطق النائية والتشارك بالذبذبات، وهذا يتعلق في بالتقاسم في المناطق التي تظهر فيها مشاكل. أنتم تعلمون كيف هو قطاع الكهرباء. أنا كنت وزيرا للكهرباء في السابق، ونحن كنا نحل أحيانا مشاكل خارج عن الشبكة. على سبيل المثال أمنا مشروع الطاقة الشمسية، وذلك من خلال إعداد بعض الحلول المكيفة
ظروف محلية سائدة في منطقة أخرى. كما قلت في البداية، المسألة الأهم بالنسبة لي هي الاستفادة القصوى للإنترنت بما ينفع البشر زيادة للمؤهلات والقدرات. شكرا لك يا مونجي، ونختتم بسونيا. أرجو منك الصوت. شكرا يا روبرتو. أفكر بأنني لست المتحدثة الأخيرة، لا أستطيع إضافة كثير إلى ما قيل، ولكن أذكر ربما شيئا قد أضفت في الشات. يجب أن نفكر مليئا في كل هذه المشاكل، وعلينا شمول مسألة الجندر في أو الجنسين في، وخاصة في المناطق الريفية، في سياق السياسات الحكومية وشفافية الوصول. ونحتاج إلى تلك الأعمال التي تتيح إمكانية القياس، على من أجل المساءلة. كما هو الأمر في السياسة، كل صناع السياسة يجب أن يخضعوا للمساءلة، لذلك يجب أن تكون هذه الأهداف محددة وتخص ليس فقط المجتمع ككل، ولكن أيضا النساء على وجه الخصوص على سبيل المثال، وفي القرى، سكان القرى والأرياف هم الفئات المهمشة أكثر وأكثر، ويعانون من الإقصاء الرقمي. وقصدي أن نكون أكثر تحديداً فيما يخص صلاحياتنا ومسؤولياتنا لتطوير هذا القطاع في كافة أنحاء العالم، ويجب أن تكون هذه النوايا متمحورة نحو النساء وحول النساء والمناطق الريفية في سياق الوصول للإنترنت. شكراً لك يا سونيا. أصبح وقت متأخر، تجاوزنا الوقت المحدد لنا، لذلك قلبيا أشكركم جميعا، كل المتحدثين بالتوالي على هذه المناقشة والحوار الثري، وأعتقد أن كل هذه التوصيات ستؤخذ بالاعتبار في هذا الحوار الذي تم منذ وقت تعيينه. أعتقد أن المستقبل أمامنا سيكون مشرق، يجب علينا أن نستمر في هذا الحوار والنقاش بين أصحاب المصالح المشتركة، ويجب أن نفكر بأساليب خلاقة وجديدة تساعدنا على تجاوز هذه العقبات التي نلقاها في طريقنا للوصول إلى إنترنت يرضي الجميع. شكراً أيضاً إلى كارين وأتمان، وإلى كل الأمانة العامة لدعم تنظيم هذه الجلسة. ستكون عليكم قاعدة عناوين. شكراً على النقاش، شكراً على الذين شاركوا والذين سمعوا في هذه الجلسة، شكراً جزيلاً لكم وإلى اللقاء. شكراً.